الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية. دكتور عبد الرحمن، أيضا وكالة الطاقة الدولية، ونرجع بالتأكيد لأرقامها، تقول إن استخدام الفحم سيتراجع بحلول عام 2024 حتى تستقر استخداماته أو تقل بنسب أكبر. لكن هذا الأمر ربما مرتبط باستقرار المشهد النفطي العالمي مع تهدئة الأمور في الأزمة الروسية الأوكرانية. هل وكالة الطاقة ربما متفائلة أكثر من اللازم في هذا التحليل؟ شكرا جزيلا أولا على هذه الاستضافة، تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم من لندن وكل المستمعين والمشاهدين الكرام. الحقيقة أنا أعتقد أنه متفائلة جدا وكالة الطاقة الدولية، لأنه هذه الأزمة الآن، الأزمة الروسية الأوكرانية، كشفت مدى أهمية استخدام الفحم، والدليل على ذلك أن الدول المنادية بتقليل استخدام الفحم هي التي رجعت وزادت من معدلات استخدامها، سواء كان في ألمانيا، في الصين أو دول أخرى، لأنه المشكلة الفحم لا يزال يشكل أكثر من 25% من ميزان الطاقة العالمي. فمن الصعب جدا التخلي خلال سنتين عن هذا المكون المهم من مكونات ميزان الطاقة العالمي. ما البديل؟ التحول نحو الطاقة النظيفة لا يزال في خطواته الأولى يعني، والمحرك أصلا للطاقة النظيفة اليوم عندما نتحدث عن تحول السيارات إلى السيارات الكهربائية حتى نقلل من استخدام الوقود، هو ما هو الوقود الذي ممكن أن تشغل به محطات التوليد الكهربائية سوى النفط والغاز والفحم. فأنا أعتقد أنه هذه أيضا من يعني ربما الهدف منها التأثير على مستويات الأسعار، على كميات الإنتاج، لأنه أنا مثلا بالعراق أسمع من مسؤولين أنه طالما أنه التصريحات العالمية، المنظمات المختصة بتقليل أهمية النفط والفحم والغاز خلال السنوات القادمة والتحول نحو الطاقة النظيفة، لماذا لا نتوسع في الإنتاج؟ يعني حد إطلاق تصريحات أنه لنخرج عن منظمة الأوبك ولا نلتزم بسقف الإنتاج من أجل استثمار كامل النفط اللي موجود فبالتالي أنا أعتقد أنه ربما جزء من هذه التصريحات حتى ممكن أنه تضغط على مسؤولين مثل العراق وغير العراق أنه يدفعون باتجاه زيادة الإنتاج النفطي والغازي. نعم. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني الآن يعني ربما هناك تراجعات عن التزامات أوروبية ألزمت بها أوروبا نفسها. إذا كنا نتحدث عن نسبة النمو التي يجب ألا تقل عن 2%، فهذه النسبة يعني ذهبت أدراج الرياح مع أزمة التضخم الموجودة في أوروبا الآن. أيضا التزام أوروبا الذي ألزمت به نفسها بتراجع انبعاثات الغازات المسببة للانبعاثات الغازية المضرة بالبيئة، تذهب بها أيضا أدراج الرياح مع استمرار استهلاكها في للفحم. فربما هل هي تراها مضطرة لهذه الحالة أم أنها متجاوزة أو ترى نفسها من حقها التجاوز في هذه المرحلة على الأقل؟ يعني هو شوف، يعني إن جئنا إلى المنطق فمن حقها التجاوز طبعا، لأنه هي من تضع هذه القواعد وهي من تخرق هذه القواعد. هذه من السهل جدا تطبيقها على بلدان نامية، لكن على هذه الدول التي ترسم مثل هذه الاستراتيجيات أنا أعتقد أنه سهل جدا عليهم أن يخرقوها تبعا لظروف ومواقف الاقتصاد العالمي، السياسة الاقتصادية العالمية والسياسة العالمية. فمسألة التجاوز مسألة طبيعية، وكشفت هذه، أرجع مرة أخرى أن الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت مدى ضعف الاقتصادات العالمية المتقدمة في تزايد اعتمادها على مصادر الطاقة العالمية، وهذا الانخفاض اللي في توريدات الغاز إلى أوروبا والنفط إلى أوروبا أيضا كشفت مدى ضعف هذه الاقتصادات وهشاشتها بتزايد الاعتماد على مصادر لا تمتلكها هذه الدول. فانعكست سلبا بارتفاع معدلات التضخم. المعالجات اللي بدأت بها البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أيضا أضرت هذه الدول كثيرا، ولم يتم التنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي في موضوع سعر الفائدة. البنك الاحتياطي الفيدرالي انتهج سياسة مختلفة تماما عن سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي وجعل منه تابعا في سياسته، فهذا بالتأكيد انعكس سلبا في زيادة معدلات التضخم، ربما سترتفع أكثر خلال الأيام القادمة.